بسم الله الرحمن الرحيم، هنبدأ دلوقتي نراجع نيوتنز لو. معلش انا عارفة ان انا اتأخرت عليكم شوية، بس ان شاء الله هنبدأ نراجع دلوقتي. اول حاجة لازم اعرفها في نيوتنز لو، الفورميلا نفسها بتاعته بتقول ان الفورس ايكوال الماس تايمز الاكسلريشن. وهنا بقى لازم ابقى جاية عارفة اللعبة ممكن يجيلي ازاي. الماس مش على طول بيديني الفاليو بتاعتها، ساعات بيديني الفاليو بتاعت الويت على اساس ان انا ممكن من الويت اجيب الماس، فبقول ساعتها ان الماس ايكويفالنت للويت ديفايدد الجرافيتي اكسلريشن. في الجزء ده من حق استخدم الجرافيتي اكسلريشن ب 9.8 اور 10، اللي هو اداني رقم ثابت بستخدمه. لو ما ادانيش رقم ثابت فانا طبيعي بتعامل بال 10 اسهل، يعني عشان الكالكوليشنز بتاعتنا تبقى سهل. بالنسبه للاكسلريشن الترم الثاني في نيوتن سكند لو، الاكسلريشن ممكن يديهاني صراحه كده ويبقى كتر خيره طبعا، وممكن يديهاني على اساس ان انا اجيبها من الايكويشنز نفسها، وممكن كمان اللعب فيها ان هو يبقى مديني ريليشن ما بين الفورس وما بين الويت. يعني مثلا يقول لي الـ object is affected by a force equal half its weight، فده معناه ان الـ acceleration equal half الـ gravity، وهنا ابقى عرفت الـ value بتاعت الـ acceleration. وممكن من الـ equations of motion اقدر اجيب الـ value بتاعت الـ acceleration. يعني مثلا من الـ first equation ممكن اجيب الـ acceleration على الطريق ده v final minus v initial over time، ومن الـ third equation ممكن اجيبها كده v final square minus v initial square، كل ده كده divided to d. يبقى انا كده جبت من الجيفنز بتاعتي الفاليو بتاعت الاكسلريشن. وممكن في حالات بسيطه جدا بنلجا ان انا اجيب الاكسلريشن من السكند ايكويشن لو الانيشال فيلوسيتي بزيرو، يعني لو الانيشال فيلوسيتي عندي ايكويفالنت، معلش ثانيه واحده، ايكويفالنت للزيرو، لو الانيشال فيلوسيتي ايكويفالنت لزيرو فمن حقي استخدم السكند ايكويشن اللي هي بتقول لي ان ال دي ايكوال في اي تي بلس هاف اي تي سكوير، فساعتها ال دي هتبقى ايكويفالنت للهاف اي تي سكوير. يعني ممكن من هنا اقول ان الاكسلريشن هتبقى ايكوال تو دي اوفر تي سكوير، ودي بستخدمها في حاله واحده بس لو الانيشال فيلوسيتي عندي بزيرو. يعني لو قال لي مثلا الاوبجكت ستارت فروم ريست. حاجه ثانيه برضو بيلعب فيها ان انا لازم ابقى فاهمه جدا، لو الفورس بتتحرك في نفس الدايركشن بتاعه الموشن فالفورس بتاعتي بوزيتيف، لكن لو قال لي ان الفورس عندي اتحركت في اوبزيت دايركشن للموشن او قال لي لافز ريزيستنس فورس، فده معناه ان الفورس بتاعتي نيجاتيف. كلمه ان الفورس نيجاتيف يعني من الاخر كده ان الفاليو بتاعه الاكسلريشن نيجاتيف. تمام كده؟ طيب بالنسبة للجرافز، الجرافز عندي اللي بشتغل عليها بالمنظر ده. طبعا هنا الفيلوسيتي بيحصل لها increasing، يعني في عندي positive acceleration. هنا الفيلوسيتي ثابتة يعني مفيش acceleration أصلا. هنا الفيلوسيتي بيحصل لها decreasing يعني negative acceleration. لازم أبقى واخدة بالي جدا من إن الويت mass times الجرافيتي والresultant force أيا كانت الفورميلا بتاعته جايباها منين، فبيبقى equivalent للماس بتاعت الأوبجيكت times الجرافيتي sorry times الأكسلريشن اللي بيتحرك بيها الأوبجيكت. ودي طبعا الرولز اللي احنا اشتغلنا بيها قبل كده. انا بس هركز على الفورميلا دي لان الفورميلا دي اللي الاسئله فيها بتيجي كتير قوي. هنا بيقول لو انا بشد الاوبجكت عندي بس بدل ما بشده هوريزونتالي كده بشده بانكلايند لاين بالشكل ده، يعني عامله انجل مع الاكس اكسس. اسال نفسك كده، هو انا لما اشده بالمنظر ده الايس بوكس ده مثلا او الايس كيوب ده هيتحرك ازاي؟ الايس كيوب ده هيتحرك فورورد، هيتحرك في الدايركشن ده. معنى ان هو هيتحرك في الدايركشن ده يعني الريزلتنت فورس هتتجاب من الفاليو اللي على الاكس اكسس. طب مين اللي على الاكس اكسس؟ اللي على الاكس اكسس الفريكشن فورس، ودي نيجاتيف بتتحرك لورا، او بمعنى اصح تبقى عايزه الاوبجكت يقف. والفاليو الثانيه اللي بتتحرك على الاكس اكسس هي الاف اكس اللي هي الفاليو بتاعتها اف كوساين سيتا. فعشان كده في الفورمولا دي قلنا ان الماس تايمز الاكسلريشن ايكويفالنت للاف كوساين سيتا ماينس الفريكشن فورس. دي طبعا الفورمولا العاديه خالص بالرولز بتاعتها ما فيهاش اي مشكله، دي كله مجموعه رولز بس. هنبدا بقى على طول في الاسئله. اول سؤال بيقول لي rest object affected by a force equal half its weight وعايز ال velocity after 2 seconds. Force equal half its weight يعني ال acceleration equal half ال gravity، يعني كأنه بيقول لي ان ال acceleration كده equivalent ل 5 متر per second square.
ده كده اللي انا استفدت منه من الحتة دي. عايز الـ velocity after 2 seconds استخدم الـ equations of motion. عادي خالص، بيسأل على الـ velocity ومديني time، انا هستخدم الـ second equation. second equation بتقول لي ان الـ v final equal sorry first equation قصدي equal v initial plus at. طبعا هنا الـ initial velocity بـ 0، الـ acceleration بـ 5، الـ time بـ 2، يبقى الـ answer بتاعتي بـ 10. وعايز الـ displacement after 2 seconds، عايز displacement ومديني time، هستخدم الـ second equation. بتقول لي إن d equal dit plus half at squared. الـ time بـ 2 يعني 4، 4 times 5 يعني بـ 20، 20 times half يعني بـ 10 meter. An object its momentum double its weight so its velocity. Momentum double its weight يعني mv equal 2 mg. طبعا الماس دي هتروح مع الماس دي، يعني الـ velocity double الـ gravity يعني بـ 20 meter per second. When does the force that affects an object equal double its mass؟ هو بيقول لي امتى الـ force تبقى equivalent لـ 2m. المفروض الـ rule بتاعي الأساسي force equal mass times الـ acceleration، يبقى لما الـ acceleration تبقى الـ value بتاعتها 2 meter per second square. هنا بقى car A بتتحرك الماس بتاعتها m، وcar B الماس بتاعتها 2m moving from rest at the same acceleration. What is the ratio between the engine force؟ عايز الراتيو ما بين الفورسز للاتنين neglecting the friction force and resistance in both cases. هما كده كده الاتنين الماس بتاعتهم بس متغيرة، فاعتبر ان الاتنين هعمل neglect لل resistance force or friction force. عايز الراتيو ما بين الفورسز بدلالة الماسز. طبعا F1 over F2 يعني M1 over M2، M1 ب M و M2 ب 2M، ده هيروح مع ده يبقى الراتيو عندي بالهاف. طبعا احنا لغينا الافكت بتاع الاكسلريشن اللي هو قبل الاتنين بيتحركوا بالسيم اكسلريشن. Bicycle moves at uniform acceleration 1 meter per second square if the mass of the bicycle and the rider is 120 kilogram. The force exerted by the bicycle is 130 newton. What is the frictional force opposing the bicycle motion؟ طبعا المفروض ان ال resultant force اللي هي equivalent لل mass times acceleration equal ال action minus ال friction. لو انا بزق والارض عامله friction force، فال value اللي هيتحرك بيها هي resultant، ال value بتاعت ال pushing force minus ال value بتاعت ال friction. فهنا بيقول لي ال action بتاعي، وهو بيسألني في الاخر خالص عايز ال friction force، يعني هو عايز ال value بتاعت ال friction. ابدأ بقى اقول له يبقى ال friction ده هوديه الناحية التانية وده هجيبه هنا equivalent لل action minus ال mass times ال acceleration. طيب ال action عندي هو بيقول لي هنا انها بتتحرك ب acceleration 1 meter per second square، وال mass بتاعتهم 120 kilogram. يعني انا من هنا كده اقدر اجيب ال value بتاعت ال resultant force اللي هي ال mass times ال acceleration m times ال a. دي كده ال value بتاعت ال resultant force 120 times 1. وقال لي في نفس الوقت ان الفورس اللي بتتساق بيها البايسكل 130 نيوتن، يعني دي الفاليو اللي المفروض اللي سايق كده البايسكل بيحركها بيها. يبقى الاكشن بتاعي 130 والريزلتنت 120، يبقى الفريكشن كالت من الاكشن 10 نيوتن. The graph below represents the motion of a car in two successive stages in which stage the resultant force acting on the car doesn't equal zero. طبعا عشان تبقى doesn't equal zero يعني ال acceleration لازم يبقى ليها value، عندها value. فانا هدور على ال term اللي ال acceleration فيها ليه value. طبعا هنا مفيش change في ال velocity فال acceleration بزيرو، هنا في change في ال velocity فال acceleration ليها value، فيبقى طبعا ال part ده BC، ده stage BC. في change في ال velocity يعني في acceleration.